أحمد محمد حسن، فصل 5 أول، مدرسة عمر مقر، بمناسبة يوم الشهيد، أكتوبر والساتر، بس الحقيقة الضربة جريئة، خلت شمس الظهر حريقة، ورسمت لينا البر، وعبر الجيش الحر، أصل المارد كان مستني ساعة الصفر، دق حصون، كان مسجون وفك الأسر، قالوا برليف. كان تخاريف تحت اقدام النسر طار طيار وسط النار هد قلاع الشر عدى المصري وهو بيجري مد ايديه وعملهم جسر الله اكبر جاب النصر كنا في سينا اذان العصر ويا المغرب هم بيهرب كان على القلب تقل الصخر وقفت كل الدنيا تحيه لمصر فرحه بنصر تفرح تفضل بكره جوه انفسنا علينا الدل خليك فاكر خليك فاكر لسه يا شاعر تحت سمان احلام بتهل تصبح حلم بعد الحلم تسكن ارض الدفا والدل.